عن ذلك يلتحق بنا من اسطنبول عضو الائتلاف السوري احمد حماده. مرحبا بك سيد احمد في هذه النشره. سيد احمد، ما الذي دعا البنتاغون برايك لتحذير النظام وروسيا من العبث بموقع هجوم الغاز في حلب؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. الأمريكان يدركون تماما بأن هذه المسرحية التي ابتدعها الميليشيات إيرانية وميليشيات سورية في تلك المنطقة من أجل قصف بعض أحياء مدينة حلب بغاز الكلور هو محاولة لزج المعارضة السورية بهذا الأمر، ويقولون بأن المعارضة السورية تمتلك السلاح الكيماوي وهي من تقصف بالسلاح الكيماوي من أجل تبرئة نظام الأسد من هجمات محققة اعتمدتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. إذا الأمريكان يدركون بأن الروس يكذبون، وبأن الروس خلال ساعات قالوا بأن المعارضة هي من استخدم السلاح الكيماوي وهي من قصف تلك المواقع، بينما الروس يتعامون عن الحقيقة بأن النظام قصف خان شيخون وقصف الغوطة الشرقية على مرأى من هذا العالم. من يستخدم السلاح الكيماوي ضد أيا كان هو مجرم كائنا من كان، ولكن هذه مسرحية ابتدعتها قوات إيران من أجل اللعب على وتر هذا التجريم المعارضة، وكذلك الابتعاد عن مستحقات السلام خاصة في اللجنة الدستورية المتعثرة أو في الاستحقاقات الأخرى بوقف إطلاق النار. إذا برأيك هل لمس الجانب الأمريكي أي تحركات جديدة لاستخدام الغاز الكيميائي؟ الأمريكان يدركون أكثر من غيرهم بأن النظام لديه القدرة، فقط النظام لديه هذه القدرة باستخدام واستعمال وتخزين وصناعة الأسلحة الكيماوية، وبأن النظام لم يسلم كل الأسلحة الكيماوية التي سلمها بعد جريمة الغوطة الشرقية. لذلك هم يدركون بأن النظام يعد لهذه المسرحيات في إدلب وفي غير إدلب إذا لم ينجح الحل الذي يريدونه في أستانا، أو الذي يريدونه إعادة سيطرة النظام على كل الجغرافيا السورية. فالسلاح الكيماوي هو سلاح لدى هذا النظام نتيجة نقص القوة العسكرية لديه أو اختراق الخطوط الدفاعية لقوات المعارضة. الأمريكان يعلمون ذلك، ولديهم وسائط استطلاع ووسائط تنصت. الروس يغطون على قوات النظام بهذه المعارك وخاصة استخدام الكيماوي، ويقفون ضد أي قرار ينتجه الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية لمحاسبة من استخدم هذا السلاح وهذا تبنته روسيا من خلال الفيتو ومن خلال معارضتها لأي تحقيق فعال وخاص من أجل تحديد من هو الذي استخدم السلاح الكيماوي. نعم، ماذا عن جهود منظمة حظر الأسلحة في هذا الجانب؟ يعني ما يحدث الآن يدفعنا للتساؤل عن الدور الذي قامت به مسبقا. المنظمة الدولية هي تقوم بعمل انعكاس لقرارات الأمم المتحدة، هي تذهب من أجل تحديد هل تم استخدام الكيماوي وما هو نوع المادة فقط، ولكن من هو الذي استخدم هذا السلاح فيحتاج إلى قرار من الأمم المتحدة، وبدون معارضة روسية أو معارضة من أحد الدول الخمسة دائمة العضوية. روسيا دائما تعترض على من هو الذي استخدم هذا السلاح الكيماوي، لأن عندما يتم تحديد من استخدم السلاح الكيماوي هذا يعني بأن هناك عقوبات ستجري على من استخدم هذا السلاح، والروس يعلمون علم اليقين بأن النظام وميليشياته هو من يستخدم هذا السلاح، وهو من يمتلك تصنيعه ونقله واستخدامه في هذا المجال. لذلك هم دائما يتركون الأمر بدون أي محاسبة. نعم. أو أي عمل دقيق، وهذا نعم. ما يتم في عمل الأمم المتحدة أو المنظمة الدولية. نعم، من اسطنبول عضو الائتلاف السوري أحمد حمادة، شكرا جزيلا لك.